الحقيقة أن الخلافات داخل حركة النهضة هي خلافات ليست وليدة فقط حكومة المشيشي، بل هي خلافات هيكلية وإشكالية ممارسة الديمقراطية داخل الحركة. وما رد هذا ما يفسر يعني انشقاق يعني بعض القيادات المعروفة كعبد الحميد جلاسي وآخرون، وهذا يعكس أن الحركة يعني تحت سيطرة راشد الغنوشي الذي لا يعني يتحكم في كل مفاصل الحركة. وبالتالي الخلاف اليوم بخصوص حكومة المشيشي هو خلاف يتعمق مجددا بين يعني الانحناء للعاصفة وبين فهمتي التعاطي بشكل يعني الذهاب إلى الانتخابات. طيب هل يمكن رأيي أكمل وفي تفضل. رأيي أن هذا الخلاف سيتعمق كثيرا، وإن لم يعني تنحني حركة النهضة إلى العاصفة فإن الطريق يعني يكون مفتوح إلى انتخابات تشريعية يعني بحال البرلمان. طيب أفهم منك بأن المساعي لتشكيل حكومة تكنوقراط قد بدأت بالفعل بحشر حركة النهضة في زاوية ضيقة، ماذا ستودي هذه الانقسامات داخلها؟ ما القادم؟ الانتخابات برأيك؟ القادم هي تتخبط في هذه الانقسامات، وخاصة وأنا لم يعني تنجز مؤتمرها يعني الحركة وال يعني المتابعين الدوليين يعني يتابعون عن كثب ما يجري داخل الحركة وعدم احترامها للشعارات التي قطعتها أمام المجتمع الدولي بخصوص الحديث التزاوج بين الإسلام والديمقراطية. هذه النظريات الواهية التي يسوقونها إلى الخارج باحترام الديمقراطية، لكن احترامهم للديمقراطية يعني بات يعني مفضوح باعتبارهم لا يعيشون ديمقراطية حقيقية داخل يعني الحركة، ولعل يعني فضح يعني هذا الواقع الداخلي السياسي هو فضحته حكومة المشيشي. طيب ماذا لو التزمت النهضة؟ أستاذ حازم، ماذا لو التزمت بموقفها ضد الحكومة الجديدة؟ ما السيناريو الأكثر توقعا للمشهد السياسي التونسي برأيك؟ أعتقد أن حركة النهضة مجبرة أكثر من أي من وقت مضى الانحناء للعاصفة، لأن هناك أزمة سياسية تتخبط فيها الحركة، وبالتالي هي من صنعت الأزمة السياسية الموجودة في تونس من خلال هذه الرئاسة، رئاسة راشد الغنوشي في البرلمان، وهذا هو مربط الفرس. مربط الفرس أنها يجب عليها أن تنحني للعاصفة وتقبل بالأمر الواقع. شكراً. وفي رأيي إن لم تفعل فإن سيكون البرلمان هو سيكون يعني يحل البرلمان، وأن يتجه الشعب التونسي إلى انتخابات تشريعية. ضيفي من تونس وضحت الفكرة، المحامي والخبير في الشأن السياسي الأستاذ حازم القصوري، شكرا لك.